تعالى نتكلم على الاربع زوجات، همشي بالترتيب عشان سوريا بتزعل عشان هي الدبله الاولانيه. مي كساب الجميله بقى اللي عيطتنا من قلبنا السنه دي، احكي لي الكواليس بينكم عامله ازاي. اختي وحبيبتي ورفيقه رحله مي من زمان برضو، يعني نعرف بعض من زمان جدا جدا، من وانا مثلا لسه بحبي في الوسط الفني، وما اتفاجئتش بيها لان انا عارف امكانياتها من زمان، وعارف ان هي فقط تستحق، يعني كانت مستنيه الفرصه اللي تفجر الموهبه الكبيره اللي مستخبيه جواها. وسوريا اعتقد فجرت جزء، ولكن في اجزاء كتير عند مي ان شاء الله هنكتشفها سوا، والجمهور هيكتشفها معاها في رحلتها، وهي الكوميديا والتراجيديا والحكي، هي بتحكي حلو يعني مي تعرف تعمل انواع كتير جدا من الدراما. ايمان العاصي، انا ايمان استغربت في الاول لما عرفت من محمد سامي انه ايمان هتبقى موجوده بنوته من السيده بقى وهتعمل الكاركتر ده، الناس كلها كان عندهم انطباع انها البنوته البلوندايه الجميله اللي بتعمل دايما ادوار رقيقه قوي، مش بالزبط. هتعرف تعمل البنت الشعبيه. فاجئتك ايمان السنه دي؟ طبعا، لان يعني هي دايما بتعمل الفيديت، بتعمل البنت الحلوه، والادوار دي ما بيبقاش فيها مساحات تمثيليه كبيره يعني. وطبعا يعني برافو على محمد سامي اولا ان هو يعني فكر فيها لا فكر انه يحطها في المكان ده، وهي تستحق ان هي تبقى في المكان ده من زمان جدا. يعني هي مظلومه لما يبقى عندنا موهبه حلوه ونحصرها في ادوار ما فيهاش مساحات تمثيل كبيره. النهارده لما اتحطت في دور صعب ومساحة كبيرة، وفي دور في كم تعقيدات نفسية جواه بشكل كبير، كانت قد المسؤولية. دور زي ده لو ممثلة مش متمكنة عملته تضر المسلسل كله طبعا. الدور مهم يعني جدا. يعني في ممكن تضرنا كلنا أكيد. فهي كانت قد الموضوع، وإن شاء الله تكون بداية لكل مخرجين مصر إن هم يبدأوا يشوفوها في مناطق مختلفة ويدوها فرص أحسن وأحسن. منا فضالي بقى جعفريك أنت. قلنا الأغنية دي انتشرت. منا مفاجأة برضو بالنسبة لي، إن برضو اتفاجئت إنها كوميديانة جبارة. وطبعا من زمان عارف إنها ممثلة تقيلة جدا وممثلة موهوبة جدا، وهي لأن هي متربية مسرح، والمسرح هو ال يعني المدرسة الأصعب في التمثيل. أكيد. فمتمكنة بشكل يخض، يعني متمكنة من أدواتها، بتدخل المشهد جاهزة عايزة تعمل حاجة كلها طاقة، كلها طاقة. لسه هنتكلم عنها في مشاهد كتير.